لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تساقط أمطار رعدية غزيرة في 10 ولايات. حذرت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تصل كميتها إلى 40 ملم إلى غاية الساعة 6 مساء يوم الأحد. وأضاف نفس المصدر أن الولايات المعنية هي تسمسل، تيرات، سعيدة، النعامة، الأغواط، الجلفة، البيض، المدية، المسيلة والبويرة. وأفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية باستمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية إلى غاية ظهيرة يوم الأحد. وحسب ذات التنبيه تتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 40 إلى 50 ملم محليا. كما تتمثل الولايات المعنية بهذا التنبيه في كل من الجزائر العاصمة وسيدي بلعباس وتيبازة وغليزان، بالإضافة إلى ولايات تيرات والشلف ومستغانم وعين تشمون وتلمسان وعين الدفلي، وكذا ولاية سعيدة والنعامة وبومرداس والبويرة ومعسكر أولاد جلال وهران والبليدة. كما أفادت نشرة خاصة لمصالح الأرصاد الجوية بتساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات. وحسب ذات النشرة تتمثل الولايات المعنية بالنشرة في حين كل من البيض والأغواط والجلفة وكذا ولايات المسيلة والمدية. كما ستكون الأمطار المتوقعة بداية من فجر يوم غد إلى غاية الساعة 6 بعد الزوال، فيما تتعدى كمية الأمطار المتوقعة 40 ملي متر محليا حسب ذات النشرة. وذكر التنبيه نفسه أن الولايات المعنية الجزائرية في العاصمة تيبازة، البليدة، بومرداس، تيزي ووزو، وجاية، عين الدفلة، المدية، البغيرة، إضافة إلى برج وعريري، قسنطينة، ميلة، طيف، المسلة، بتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، سكاكيدة، والأغواط، وغلزان، وتيرات، قلمة، والشلف، والجلفة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.